متابعينا الكرام في دول الخليج العربي، أهلا وسهلا بكم لهذه النشرة الجوية الخاصة التي تتحدث عن الأحوال الجوية الاستثنائية المقبلة على دول الخليج خلال الأيام القليلة القادمة. سأبدأ معكم هذه التوقعات بالتذكير بأن هناك نشرة جوية خاصة أخرى تم بثها عبر منصات الطقس العرب من تصوير زميلي وائل حكيم للمملكة العربية السعودية، وهذه النشرة الجوية الخاصة ستتحدث عن مناطق ودول الخليج الأخرى بمشيئة الله تعالى. نبدأ هذه النشرة بتسلسل زمني للأحوال الجوية المتوقعة يوم الجمعة، إذ من المتوقع بشكل تدريجي أن تشتد حدة حالة عدم الاستقرار الجوي في مناطق مثل بحر عمان، وبالتالي المناطق المطلة من سلطنة عمان على بحر عمان يتوقع أن تتأثر بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة والمتمثلة بهطول زخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة بما يكفي أحيانا لجريان الأودية وتشكل السيول. هذه المناطق أيضا أو هذه الأحوال الجوية غير المستقرة على بحر عمان يتوقع أن تمتد تدريجيا إلى داخل الخليج العربي بشكل تدريجي نهار يوم الجمعة، وبالتالي المناطق والدول المطلة على الخليج العربي تزداد بها فرص هطول الأمطار الرعدية بشكل تدريجي، وبالتالي ذلك يشمل أجزاء من دولة الإمارات بالإضافة إلى أيضا دولة قطر ومملكة البحرين. هناك فرص لبعض الزخات من الأمطار في المناطق الساحلية من هذه الدول المطلة على الخليج العربي. يستمر هطول الأمطار الرعدية أيضا كما نلاحظ على مناطق سلطنة عمان، ولاحقا مع ساعات النهار ومع ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة تتحسن أيضا فرص هطول الأمطار الرعدية على دولة الإمارات بمشيئة الله تعالى، تلك السواحل المطلة على بحر عمان وأيضا السواحل المطلة على الخليج العربي بمشيئة الله تعالى. بعض الفرص للأمطار الرعدية أيضا على كما ذكرنا سابقا على السواحل المطلة على الخليج العربي من الناحية الشرقية الغربية من الخليج. أما مع ساعات مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة السبت والتي تتصادف مع ليلة رأس السنة الجديدة، كما نلاحظ تشتد الأحوال الجوية غير المستقرة في عموم مناطق الخليج العربي، وبالتالي هناك فرص لأمطار رعدية ليلية متوقعة في مناطق سواحل عمان وأيضا المناطق الداخلية وأيضا المطلة على أو السواحل المطلة على الخليج العربي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أيضا قطر وأيضا مملكة البحرين. كما نلاحظ هذه التوقعات في ساعات ليلة الجمعة على السبت ليلة رأس السنة، مناطق واسعة تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، تكون هذه المناطق على شكل زخات من الأمطار، أي لا يكون هناك اتصال في الأمطار في مناطق كاملة أو منتظمة، بقصد في ذلك الأمر، ولكن ما هو مقصود هناك زخات رعدية من الأمطار قد تكون أحيانا غزيرة وتؤدي تشكل السيول والجريان الأودية في هذه المناطق. إذن هذه التوقعات ليلة رأس السنة، هناك مناطق واسعة من الخليج العربي تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة بمشيئة الله تعالى. في ساعات صباح يوم السبت أيضا تبقى الفرص موجودة في داخل الخليج، لكن تبدأ تدريجيا بالتحرك باتجاه دولتي قطر ومملكة البحرين، وبالتالي حتى بعد ساعات نهار يوم السبت يتوقع أن تشهد بعض من هذه المناطق خاصة في دولة قطر أمطارا رعدية غزيرة في تلك المناطق، إضافة إلى ربما مملكة البحرين وأيضا السواحل السعودية المطلة على الخليج العربي. هذه المناطق جميعها معرضة ومهيئة لأن تشهد أمطارا رعدية غزيرة، وتكون الظروف الجوية حتى في عرض البحر خطيرة في بعض الأوقات، وبالتالي لا ينصح بارتياد البحر طوال فترة تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. تبقى فرص الأمطار قائمة في بحر عمان والمناطق المطلة أيضا على بحر عمان بمشيئة الله تعالى. مع تقدم الوقت يوم السبت تشتد هذه الأحوال الجوية غير المستقرة وتدخل إلى داخل المملكة العربية السعودية، وتبقى هذه المناطق الشرقية المطلة على الخليج العربي يعني تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة للغاية في هذه الأوقات. مع دخول الهواء البارد إلى داخل الجزيرة العربية يوم الأحد يتوقع أن تشتد الحالة الجوية في وسط الخليج العربي. نتوقع هذه الألوان، لاحظوا مع هذه الألوان تنم على وجود بؤر غزيرة جدا للهطولات المطرية في داخل الخليج، ولكن أيضا على المناطق المطلة على الخليج العربي. فمثلا نلاحظ مملكة البحرين، المناطق الشمالية والوسطى لقطر، الدمام والسواحل، عموم السواحل الشرقية للمملكة العربية السعودية. وكما تلاحظون أيضا عند رجوع الوقت اعتبارا من مساء يوم السبت وليلة السبت الأحد تصل الأمطار أيضا إلى مناطق دولة الكويت، وبالتالي معظم مناطق شمال ووسط الخليج العربي والدول المحيطة عليه والمطلة عليه يتوقع أن تستقبل أمطارا رعدية غزيرة للغاية في بعض الأوقات، وقد تؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع في منسوب المياه، إضافة إلى بعض المناطق الداخلية في المملكة العربية السعودية. هذه الأحوال الجوية مستمرة معنا حتى ساعات نهار يوم الأحد كما تلاحظون، شمال ووسط الخليج
الخليج بشكل أساسي. هناك أمطار رعدية غزيرة تصل أحيانا إلى مناطق في بحر عمان وأيضا المناطق الشمالية الشرقية من دولة الإمارات، ولكن التركيز الأساسي يوم الأحد كما تلاحظون على المناطق الشمالية والوسطى من الخليج العربي بمشيئة الله تعالى، وإضافة طبعا إلى أو بما يشمل السواحل الشرقية المطلة على الخليج العربي من المملكة العربية السعودية. يوم الأحد ليلا هذه السحب والغيوم أيضا تبدأ بالتحرك تدريجيا نحو الجنوب والجنوب الشرقي، والمتوقع بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين خاصة مع ساعات المساء أن تصل هذه الأمطار من جديد إلى دولة الإمارات بمشيئة الله تعالى، وتكون على شكل زخات رعدية، بل وتتطور يوم الثلاثاء إلى داخل دولة الإمارات بحيث تشهد هذه المناطق خطورة للأمطار، بعدما يصبح تقريبا الخليج خاليا من تواجد الأمطار في وقت معين يوم الاثنين، وذلك مع دخول الهواء البارد يدفع بهذه السحب والغيوم إلى داخل دولة الإمارات يوم الاثنين مساء ويوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. وتستمر هذه الأمطار بالدخول لاحقا إلى سلطنة عمان يوم الثلاثاء، لكن حتى بعد ذلك مع دخول الهواء البارد فوق الخليج العربي يتوقع أيضا إعادة تشكل المزيد من السحب والغيوم، لكن ذات طبيعة محلية، تصبح سحب رعدية صغيرة الحجم من ناحية المساحة وتدخل إلى داخل السواحل الشمالية لدولة الإمارات، بعكس ما تكون سابقا حزم كثيفة من السحب تتحرك من داخل الخليج ومن مناطق المملكة العربية السعودية ومن غيرها إلى داخل دولة الإمارات. هذه نشرة جوية خاصة حول آخر التحديثات الجوية في الخليج العربي. حاولت أن أكون يعني أقوم بعمل ملخص وإيجاز سريع لكيفية تأثيرات هذه الحالة الجوية على دول الخليج العربي خلال الفترة القادمة. المزيد من التحديثات والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق طقس العرب أو حتى موقع طقس العرب. سنقوم دائما هنا في مركز طقس العرب في تزويدكم بالمزيد من التحديثات والأخبار والمسجدات حول هذه الحالة الجوية، وسنكون متابعين معكم أولا بأول. دائما توصياتنا لكم بالابتعاد عن الأودية في هذه الظروف الجوية وبعدم ارتياد البحر في ظل تكونات رعدية قوية داخل الخليج العربي أو داخل بحر عمان أو حتى في جهات البحر الأحمر. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.